السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، وحلقه جديده من برنامج ايام الناس. احنا اليوم بمنطقه الامين، راح نشوف الناس ونشوف وضعهم، لكن قبل لا ندخل ونبدا بحلقتنا اليوم، طبعا من صباحيه رب العالمين قعد احد المسؤولين اللي مكانه جدا حساس بالدوله، صار براس العراقيين سايكي سبيك، بدا يوزع عقاليم بكيفه، ووزع جابها من الجنوب للشمال، اقليم الكذا اقليم الكذا، اقليم العشائري اقليم اللطم اقليم الدق اقليم الجهل. وهذا الموضوع راح نشوفه ويا الناس، يعني انه بما انه انت اليوم يا حضرة المسؤول قعدت علينا بمزاجياتك قسمت العراق وسويت اقاليم حسب ما تشتهي انت، بس خل اقول لك شغله واحده واذكرك. انت بعد هذا المنشور بفترة معينة رجعت نفيت، قلت انه هذا الموضوع مو انا الحاكي وجاي اتعرض لحملة تسقيط وغيرها من الامور، وحسابك حسابك انت مخترق. يا حضرة المسؤول، بما انه انت بعنصر مهم وبمكان جدا حساس، ما قدرت تأمن حسابك، راح تأمن البلد، وذول اللي تحكي عليهم جماعة الأقاليم اللي قسمتهم دول هم اللي حموك واللي حمونه واللي حموا العراق، واللي بسبب ارتجالاتكم السياسية وقراراتكم ما نعرف شنو سويتوا هاي الناس حطب، أنتم وصلتوا لهذا الموضوع. هاي الناس اللي كل ما العراق استشعر خطر راحوا أفدوا دماهم وأفدوا أرواحهم في سبيل تحرير العراق ويرجعون العراق يعني على وضعه السابق، ولا هو العراق يوم استقر بسبب هاي النماذج اللي جاي تحكم العراق ولها سلطه على القرار. راح نشوف الناس ونشوف آراهم وايضا اناقش الناس حول هذا الموضوع، خليكم معنا. شلونك عمو؟ خير والحمد لله. شخبارك؟ الله يحفظك. شلون وضعك؟ خير من زين. فضل من ربي. تعبان؟ والله على العشاء. اه تشتغل؟ والله انا. تعال هنا. هالبسطيه هاي. هاي بسطيته؟ الحمد لله. مال ايش؟ هاي شربت. زنجبيل؟ سكنجبيل؟ شربت عصائر. ايه؟ ايه. وبيس ساعة تفتح يومي؟ هاي بالاربع العصر. بالعشرة بالليل. شو صار لك بهاي الشغل؟ سنة ثانية. سنة ثانية. قبلها وين كنت؟ والله كنت عمالة كاسمة. شلون الأسعار؟ الشغل بحركة حركة الحمد لله. الحمد لله. أكو حركة؟ والله متوسطة. دول ولدك الله يخليهم؟ هذا أحمد وكاظم. أحمد وكاظم. استحمد لو كاظم؟ لا أحمد. استحمد وذاك؟ ما يشافون. لا أنا صوت يسوي شغلة. صوت المعمل. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يسعدك. كاظم. أحمد. تنسى أنت. اه ما ننسى. اي تنسى كلش. تعبان. الله يساعدك. الله يكرمك. كل يوم وجيت. وحاب مبين. لا لا زوج. لا الحمد لله. شلونك؟ الحمد لله بخير. زوج؟ اي. يا الله. اي اثنين. اثنين. المدرسة؟ لا لا. والله. ما متعين؟ وينك تعينات عمي وديك؟ مخلص صوامك. اي سادس. سادس. ابتدائي. لا لا ادبي. سادس ادبي. اي. كملت. اي لا شنو؟ ليش ما دام زوج؟ الشغل بعد. تيجي شغل؟ إيه. على تتطلب؟ طبعًا تتطلب. كان منين واحد يأكل؟ والله يلقى فلوس بالشارع. أنا خلصت أنت من يا عمو. بيرو أخر واحد. الله يحفظك. من يا عمو. خريشي. الله يبارك. اليوم. إيه. بالإعلام. طلع واحد مسؤول. قصة من العراق صار. براسنا سايكس بيكو. كيفهم يقسمون؟ ما. بس بأوصاف معيبة جداً، اقليم الدقة العشائرية، اقليم الكذا. احنا اليوم انا اسأل كعشائر اصيلة، احنا اليوم سيما انه الشباب هواي طينا شباب من اجل تحرير البلد. نعم.
يعني مثل هيك مثل هيك موضوع ومن واحد هيك والله على مزاجه قاعد الصبح قسم كيف نقبلها؟ طبعا ما نقبل. شنو ردك على هذا الموضوع؟ ما يصير هذا الحكي حبيبي، يعني مو كل العالم تقبل هاي الشيء، وعالم منفلت عن القانون. شو سويت؟ سويت كل سواسيه صار اذا كل سويت دا طبعا مو كل سوى زين، ويقول لك شر ايم والخير يخص. صحيح، تقوم على واحد تحكم على الكل. لا اول يوم الحكاها مسحول هذا خلاص، خليه يحكي حساس، خليه يحكي. يعني معقوله؟ لا بالعكس، احنا اليوم لا مو انسان قاده قاده على مستوى التاريخ العشائري. نعم لا مو كل انسان يعني شخص يقول نفسيته تعبان، يعني عاداتنا وتقاليدنا يجب ان تحترم. طبعا تقاليد والله قيم هذا دور فعال مو هسه، بغض النظر عن انه فعلا العراق هسه انت ولدك الله يبارك متعين الحمد لله، انا ما مكمل دراسه اي حمود اشياء خطوط حلو. نعم صحيح، كل شيء له حدود ما يصير طبعا. الله يحفظك ويبارك فيك. كاظم هلا فرد عطاك يا طيب عندك الموز ولا الليمون؟ كيف شو انت طيب؟ كيف شو طيب؟ ايش عجب؟ مو انت طيب؟ انا طيب؟ ايه شلون هسه؟ الحمد لله شوي تعبان على الفترة. ليش تجيت لهي الشغلة؟ والله اني انا احب هاي الشغلة ثانيا، لازم اكون نفسي ان انا تعرف طالب مرحلة أولى. ايه عشرين تفضل، سداهم. تربية رياضية جامعة بغداد. بجادرين شلون دراستك؟ والله الحمد لله. ليش رحت لهاي الكليه؟ رياضي؟ انا احب الرياضه. احب الرياضه؟ احب الرياضه. لعبت سابق؟ لعبت كره قدم. وين وصلت؟ والله وين ما تروح يعني بالعراق ماكو مستقبل للاسف. ليش ماكو مستقبل؟ يعني حسيت ماكو تعينات، يعني كله واسطات وعلاقات وهذا الشيء. وصلونا لمرحله خلاص احنا اليوم وسعنا حتى الحكومه والناس اللي تتابع وتشوف انه من 2003 وقبل السقوط وبعد السقوط ماكو حلول مقنعة للمواطن. مثلا ماكو شاب، انا اليوم ما شفت شاب تخرج مثلا تربية رياضة راح عمل باختصاصه. بالضبط. وطلاب الاف خلص الكلية راح شاف له، خلص الكلية راح شاف له فد محل محتاج عامل اللي يروح يشتغل بهذا المكان ويفتح له بسطيح. هي شلون السبب؟ مهندسين وعلى مستوى ناس عندهم ماجستير. بالضبط. هسه هم الطبيب ما متعينين. زين احنا هذا السبب، سبب من؟ سبب الدولة، سبب الدولة. لا سبب الدولة. احنا اليوم مثلا من الناس ما تدرس، من الناس ما عندها فلوس مثلا كذا، ذنب المواطن لو ذنب الدولة؟ ذنب الدولة؟ ذنب الدولة. زين احنا شنو ذنبنا؟ ندرس ونقبل. بالدولة يذمنا ويحكي علينا حكي ما يقبل به لا الله ولا عباده. نقبلها؟ كل ما يفكر بنفسه. مو؟ بالضبط. يعني انا المزاجيات والله كيف 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 المسؤول شو وقت ما جباله طخت فتح تعينات، سد التعينات، تجاوز علينا، تجاوز على عاداتنا، تجاوز على نقبلها؟ طبعا لا. ما حد يقبلها والله، يعني كل ما يفكر بنفسه بهاي الآنة. بالعراق خاصة، بينما إذا تروح الغردة ولا هاي يحترمون الخريج، يحترمون الشهادة، يقدروها. ليش وبالعراق ما مقدر؟ بالضبط. مرات ما تحسف تقول حرامات جاي أدرس؟ لا ما نحن بصراحة من فدت نفسي يعني معلومات وشي عرفت تاني الشغلات، يعني باكر عقبة لابد إني فتح تعين. لابد. لابد إني فتح تعين. يعني أكو أمل؟ ما أعرف. آه لا. بيد الدولة. حاسين أكو أمل؟ لا ما كان بالدولة. أكو أمل ما؟ بالدولة؟ إيه. ما كان. ماكو أمل. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام احنا متواصلين وياكم وفعلا ماكو امل، واحنا اليوم في ظل ماكو امل يجينا فلان والله اقليم الجهل. والله اذا اكو واحد جاهل زين وما واعي على مصلحه العراق، فايش كم شخصيه موجوده بالبلد موجودين دمروا العراق دمار. يعني وصلتوا الناس المرحله لا وفرتوها قطع سكنية، لا وفرتوها فرص عمل، ولا وفرتوها كذا، ومسوين هاي الناس حطب. كل ما صارت حرب تعالوا قاتلوا واستشهد العالم، وتروح هناك ميت وفوق ما ميت حتى حقوقه ما تطوها إليه، ويجين فلان والله اقليم الكذا اقليم الكذا. تواصلني وياكم مشاهدي الكرام، خليكم وياكم. شلونك حبيبي؟ حبيب قلبي. شلون اخبارك؟ الله يخليك. جاب السوق يقول لك اليوم يخبل وضعيته، صار الاسبوع دخل ايش قد الوارد مالته؟ مليار. وضعيته كلش تعبانه. مثل وضعك طيب، ام تعبان انت مبين؟ لا لا الحمد لله. شلونك؟ الله يخليك الله يحفظك. ايش قد صار للركود هذا؟ والله ركود يعني اذا ترجع لها بالوضعيه العامه من وراء كورونا والحد هان، يعني بوضعيه كورونا. يعني هاي السنوات شلون لعد باقي انتم بهاي المحلات؟ وبعزتوا؟ وياها وياها.
شنو يا سد بسيد خساره؟ سد بسيد الحمد لله وشكر. يعني شو السوي قابل نعزل ونروح؟ والله ما ترى يعني الحركه شو به معدومه عندكم هنا؟ لو بعد وقت لا لا بعد وقت شويه بعد وقت؟ ايش وقت يبدي يتحرك السوق؟ والله من السبعه وفوق يبدي يتحرك ومرات هم العصريه بعديها كل من ورزقه كل من ورزقه الله يرزقك ان شاء الله. انا بدي اسال سؤال اليوم يلا بما انه احنا ولد عشاير اصيله اكيد تربينا على عادات وثقافه وتاريخ انه لباع كبير طبعا. نقبلها من واحد من جلدتنا يعني يطلق علينا اوصاف ما نقبلها احنا مثلا؟ لا اكيد طبعا اي شخص ما يحكي علينا بشكل مباشر اقليم الكذا الكراهيه اقليم العشائريه لا لا اي شخص ما يتقبلها طبعا اكيد. شنو ردك مثلا على من يسيء لهذا التاريخ؟ سلبي كل السلبي هذا الشيء واكيد لازم الشخص المقابله يعني يرده بكلام يليق بحجمه. شلون ما هو يحكي عليه يرده بكلام يليق بحجمه مثل شلون يعني تقدر يقولون هسه انت واحد وتجاوز على عشيرتك او تجاوز على ديرتك شلون ترده؟ يعني ارده باسلوبه هو اللي جاي حاجبي ارده اشوف اخلي له خط يعني مثل ما نقول هسه انت عندك خط لو ما عندك خط اكيد اي شخص اشوفك نموذج من الاسلوب حتى تعرف اي شخص عنده انا هم خلي اكون صريح وياك لان الصراحه الموضوع ما اعتقد انه اليوم واحد يقبلها على نفسه تمام قليم الدقات والنهب العشائري والديني بصره ميسان ذي قار عشائرنا قليم الفقر والجهل زين قليم الفقر والجهل المتكون من هاي المحافظات الجنوبيه احنا البصره ولا الناصريه من نقول عليها قليم الجهل هو من وصلها لهاي المرحله غير التخبطات السياسيه وهاي الافكار طبعا الحكومه اكيد وثاني شيء اللي راجعه على الجهل التربية هم لازم الأساس العائلة هم لازم أكيد مثل عند أطفالي يوصلهم كذا يعلمهم بالدراسة يوصلهم جامعة لأن جهل شلون يصير زين قابل راح يصير من العشائر لو شيء ما غلط لا يصير من الدولة اليوم الدولة من الدولة لا اليوم مثل هذا المربع بيفت 2000 وحدة سكنية ومخلينا مدرسة وحدة يعني ناس تداوم ناس ما تداوم ترجع لها الجهل مو اساس الدوله احنا نقدر نقول غلطانه بشيء لا غلطانه بالخطوط العريضه لا غلطانه بشيء بس انت لا ترجع لها الجهل الاساسي التربيه مال البيت مثل هذا هو ما اتفق وياك هذا هو انا اتفق يودي انا اتفق وياك المدارس او اعداديات او كليه طبعا انا اتفق وياك انا اليوم خل على سبيل المثال خل اضرب مثال بي هذا يوم مسؤول حكومي تمام وش حكي وعندي قرار انت اليوم طالب جامعي كمل كذا اختصاص وبامكاني اعينك بس ما اعينك اكيد راح تتجه حكومة. تضطر وين تروح تشتغل شغل اعمال حره تنسى الدراسه اللي طبعًا. او هاي السنوات اللي درستها تنساها وتنسى معلوماتها راح يتولد عندنا جهل لو ما عندنا جهل خصوصا اذا تبدي من اجيال قلت لك ابتدائي ترى سبب يعني بجهنيه الجهل بسبب بسببين قلت لك السبب الاول قلت لك بيه والسبب الثاني ترجع لها اللي قلت انت هسه اكيد يعني اذا هو مثل يتخرج مهندس او تربيه او كذا وما يلقى تعيين شيء اكيد راح يضطر للاعمال الحره الاعمال الحره يعني راح تاخذ كل وقته راح تنسي تخرج اي شو مكمل هندسه حاسبات يا سنه كملت 21 يعني صار لك سنتين سنه مو سنة. الله عليك أي. مو اكو معلومات نسيتها طبعا اكيد ليش ما مارست اي طبعا اكيد طبعا لازم واحد يسب بس اكيد لازم واحد هم يمارس مثل دراسته يظل بين فتره وفتره يراجع معلومات الاساسيه عن دراسته انا اتمنى لك التوفيق حبيبي شكرا جزيلا نعم مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم خليكم يا
شو ما عجبك الوضع؟ والله يا ماكو ما سوق ماكو سوق ماكو؟ لو انت تيج بعدك ضايق لا ليش ضايق؟ السوق ما شاء الله الناس تمشي والبضاعات موجودة ايه الناس تمشي 90 واحد تسألني بس على السعر وتروح يجوز انت غالي الخلل بيك؟ يعني بيش هسه شو تريد يعني انت؟ يعني سائل بيش دني تكو على 10 وكب و 15 و 20 ب20 دن اي ب20 لا لا مو دني سائل ب20 انا ما اشتري بيش 10000 10000 غالي عند الناس؟ اي شوفها غالية سعودي قلت لها 2000 قلت ما كرخص بالله جيبها خلنا نشوفها يعني بيش بعد هاي متعوب عليها وخياطة ودانتيل 8000 عم بلاش قلت ما كرخص؟ عم بلاش بلاش لو غالية هسه والله اشوفها ببلاش انت ابو سوق انت هسه ابو سوق شلون ملابس الولد؟ ملابس الولد يعني هسه تحتاجها 60 اكو 15 هاي 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 هي اكو حتى ب 10 عوف الشباب عوف المهم نشتري بادي بجوز 15 اذا بدي بادي مالتك ليش مش ها؟ ليش ما اشتريت التيشيرت؟ 10000 هذا ها ب 10 زين عمي بلاش بس انت ما انت ما مقتنع ها؟ حتى احس احس يعني انه قوة جاي اليوم قوة مفتح مالك خلق هيك وقفتك مال واحد ضايز شوف شلون ضايز ليش؟ ليش؟ قبل ما احد مسافر وانا جايب مكانك باوع يعني اساس هو ترى اي قصاد مسافر والله اليوم طلع تخرج؟ الحمد لله شو مكمل؟ مستنصرية يا قسم كلية كلية التربية قسم اللغة العربية لغة عربية؟ يا سنة تخرجت؟ سنة 2022 وما تعينت أهلية حكومية؟ لا رأيت تأهليات بس انا الراتب مو قد الطموح زيادة الراتب 250 ألف بالشهر ويوميا تداوم يوميا من السبت للخميس صديق يحكون عمي صديق تحكون ابو العلي وين يودي ال 250 ما بيها فلوس خط اي اقول لك هذا البلد بس انت مجبور لازم تشتغل عدة سواقة لازم تشتغل يعني باختصاصك حتى تمارس حتى تمارس ما تنسى والله كرهت اختصاص من وراي السوالف أبو الأهلية وتروح محاضر 8 سنين 7 سنين لو تتعين ولا لا أنت كنت شاطر بالعروض؟ العروض العروض؟ إيه؟ العروض العروض؟ إيه العروض إيه؟ بس ناس كل شيء ناسين؟ جاهض جاهض شوي تذكر لي شيء كل شيء ما أتذكر إيه باوع أنا أقول لكم الناس سنتين قضيناها كورونا إيه يعني في إلكتروني زين كل شيء يعني أنا صار أرجع أدرس ترجع لنا وتدرس؟ لا احنا ادرس بالبيت ادرس كتب لان انا محتفظ به. عم لك نيه تكمل ماستر؟ والله ارد اقدم هاي السنه. عم اتقدم بكالوريوس 250 ماستر بيش قد يطول بالاهليه؟ انا اسالك ارد اقدم هاي السنه. يردون مقعدين مقدمين 38 واحد. 38 واحد على الماستر. ايه. زين اسالك سؤال ابو الماستر من يتخرج وين يروح يتعين؟ قد يطول؟ نفس الحاله. بس إذا كمل يجوز احتمال بالكلية. لا وذا بالأهلية. بالأهلية. مو حسب كواليات 250 وكواليات 1 ومدرس. شنو الفرق؟ ها. وأنت بالك أقول إنه لازم تمارس حتى شوي شوي. أنت سنسيت حتى المنهج. درست بيها فلوس خوش خبزة. لا. ها. والله. خوش خبزة بيها. درست. لو تعرف ما طحت السعر. بيش بلاش ارخص واحد يدرس بالامين بيش خلنا نسوي لك دعايه خلنا نسوي لك دعايه والله درست اول متوسط كل المواد 50000 والله رخيص هاي ولد وهان شاي مو؟ شاي واكل وتبريد وكهرباء ونت نت موجود؟ كل شيء موجود ب 50000؟ اي عم روح روح عم اشتغل 50000 ليش؟ اي والله هسه غيرك بملايين كبدايه كبداية انت المفروض يجيك بعد خصوصي انت تطيق 50 ايه فوق هذا الدلال انت تطيق 50 ايه ذكرت الفيزياء والكيما مع المتوسط خلت فيه يلا اتمنى لك التوفيق حبيبي شكرا جزيلا نعم مشاهدينا الكرام تواصلني معكم عليكم
اللي نضيع ذهب سوق الذهب ايجار، واللي نفارق محب يمكن سنه وننسى، بس اللي نضيع وطن وين الوطن ايجار. الله يا هالوطن شو مسوي بيه الله شلونك. احنا نبدي من الراحل الله يرحمه كاظم القاطع، خلينا نجي بالذهب بالبدايه. هو ذهب الله يرحمه الله يرحمه الله على روحه. واسعار الذهب شلون؟ اسعار الذهب اليوم 385 دمبيع على مستوى 375. زين متراجع هالايام، صار ثلاث ايام متراجع. صار ثلاث ايام واربع متراجع. اكو نزول؟ كان اكو نزول بالاونسه بينما الورق بعد مصاب. زين والورق متراجع. نعم مثل ما كان 1240 كان لا مختلف الوضع كلش. يعني شنو اسباب هذا النزول اللي بالوقت الحالي جاي تشهد اسواق الذهب؟ اونسه هي اونسه عالميه يعني مو بدينا. هي الأونسة العالمية تحكم. زين يعني هسه احنا حسنا نشتري ذهب اليوم اشتري لازم اذا ركنية تبيعه. نعم. لازم نفس اللحظة السكرة، اذا اخرت ليلة صعد هذا انت وحظك ما تعرف بعد. ما تعرف صار بورصة. بورصة العالمية هي تشتغل بيه. وبظل هذا الموضوع يعني انتم جاي يعني متحرك السوق اكو خمول بيه. بس انت اخذت لك فرة وشفت شفتان الحركة حركتنا العصرية. تحياتنا. حركتنا العصرية القوية شوفت عينك الشارع. بس هذا المربع مالكم هيك بشكل عام السوق اليوم هيك عندك السوق جوا السوق الشعبي. السوق الشعبي اكو بيه حركة بس الشعبي اللي مخضر وكذا. هو ايش داخل لك اياه مخضر شوي هي تجي تسوق هاي تطب على ابو ذهب تجي تبيع قطعه تشتري قطعه وترجع. جاي على المخضر ما جاي على ابو الذهب ما جاي على المخضر تختلف. هسه تهمنا لاكو مناسبات لاكو شيء همين الشارع ركود. يا تسال يقول لك والله الراتب ما يكفي لو هاي انه شغل ماكو. زين من عالم تجي الذهب هسه الذهب قلت لك 385 زين يجول الغرام 6 دولارات ونص تنجيله. زين 6 دولارات ونص على 5 32000 32 دولار 48000 50000 ب 385 435 يطب للمحل يعني 450 يدوبك يصرف. وعلى القطعة 20000 على المثقال 15000 15000 تجي تشتري بسريجك المرهم حقها طبعا يعني مثقال قطعة بسيطة مثقال. صحيح قطعة بسيطة مثقال وتقولها 450 500 هاي شلون تقتنع؟ زين شلون تقتنع بها؟ شلون يريد يتزوج؟ يراد يبني 3 ملايين بس ذهب. صحيح. زين هذا منين؟ عم 3 ملايين هسه زين اذا بس ذهب 3 ملايين. عمال يتزوج 10000 15000. الله يكون بعون. ايه الله يكون بعون الشباب. يكون بعون الشباب. يعني الشباب خاصه هسه المرحله التسعينات كل شيء ما شافوا من حياتهم. صحيح. التسعينات. بس احنا نجي نضيع وطن وين وطن يلقى؟ اي ها نضيع وطن. خلينا نسولف عن الوطن هسه. الوطن شوفت عينك الوطن الحمد لله وشكرا. يا سو النصر. تجيك واحد يقول لك المهم السلامة. المهم السلامة. السلامة مو مهمة. زين. يعني أنت المهم السلامة وقاعد ساكت عارض لك 100 مليون فوق 100 مليون ويومية 25 ما تطبق ومعارض نفسك الخطر كل شيء يصير. والله صحيح. ساعة ساعة قبل. صحيح. ايه. وأنت خصوصا اليوم هاي منطقة الأمين يعني عندكم معاناة. الأمين معاناة بس هنا أقوى معاناتكم مستشفيات ماكو. مستشفيات ماكو. مو؟ أقرب مستشفى لكم وين؟ كمان؟ لا منطقة تنقل أمين. أقرب مستشفى لكم وين؟ شيخ زايد. شيخ زايد يعني مسافة 45 30 20 كيلو. يراد لها تقريبا بال 40 دقيقة يراد توصلها. هاي المنطقة كلها على المستشفى. كلها. الأمين دقت جسر ديالة. زين. بالزراعي بالتجاوز بهاي وصلت جسر ديالي. زين زين شلون توصل؟ زين انا تطلع بها الامين بها ثلاث اربع مداخل. اذا هو اكو تقصير. اكو تقصير منين؟ تقصير واضح حكومه طبعا. تقصير حكومه. تقصير حكومه مستوصف واضح. مستوصف هذا من التسعينات. مستوصف هو شعبي. مستوصف واحد. مستوصف واحد. زين اقدر طابق ثاني يصير مستشفى. مستشفى. ابني لي هنا بعد لي مساحه. دي مساحه اسوي طابق واحد اسوي طابقين. اشتري لي مثلا عقار من الناس وابني المستشفى. زين انا اسال سؤال. اكو قطع امام معسكر رشيد. لا انا اسال سؤال، اقول انه في ظل هذا التقصير الواضح من الحكومه والناس المتنفذين واصحاب القرار وفوقها تجين بعين صلفه واحد مثلا او اثنين او ثلاثه يعني متنفذين بالحكومه فوق ما هذا تقصير واضح وتقصير مبين بجميع القطاعات الامنيه غيرها من الامور الاقتصاديه تجي وتحكي على الشعب او تحكي على العشائر. احكي على الشعب احكي على العشائر هو لو مو الشعب العشائر هو منو لزم الكرسي؟ مو من وصله لهذا المنصب؟ منتخبه. زين خوش من اجى هو؟ والحل يعني مثلا انت من يحكي عليك ويحكي علينا؟ طلعت العالم مظاهرات وطلعت وتسيرت غير اتجاه طلعت وتهموها بانه سفارات وما سفارات طلعت هم ملت. زين
يعني هساني معين لأهلي نقول. الله يخليك إن شاء الله. الله يحفظك. ما أقدر أطلع على الآخرات. إذا صار ما صار. منو الأهلي؟ إيه منو؟ بتظل والدتي اللي بقوة تطلع للسوق. طويل إن شاء الله. بقوة تطلع للسوق تظل تراجع دوائر على مود راتب على مود 800,000 ينطوها هو بنها رايح. بنها رايح. شنو 800,000؟ هاي الدلة شايفها مال الروتين. لحد الآن هسه خلي هذول أهل المظاهرين اللي استشهدوا الله يرحمهم خلي واحد يقول استلم راتب. لا مستحيل وحتى استلم ورا سنتي تروح له تروح التقاعد تروح الدائرة يعطيني كذا مبلغ اسوي اياها بشهرين ثلاثة زين هو منتهي صحيح هو رايح لابن يظل يدفع فلوس والله صحيح يظل يدفع فوقها شكرا جزيلا نعم مشاهدينا الكرام واحنا بظل هذا التوقيت وهذا الوضع الراهن اللي جاي نعيشه ونشوفه والله العظيم الله يساعد اللي ما عنده والله يساعد حتى اللي عنده اليوم جاي عنده خلصان ولا عنده خلصان صح لا مو صح صحيح. يعني جاي نشاهد معاناة ما بعدها معاناة يعيشها الفرد العراقي او العائله العراقيه يعني بين التعيين انتهينا منه مريد التعيين بين الاجور والرعايه ذن الذلون الواحد يلا تطوهن له بين ابو الشهيد او عائله الشهيد يروح الشهيد ويندفن وياكل الدود وانتم المعامله بعدكم ما مكمليها ما يخالف على عينه وعلى راسي هذا الموضوع هم خلي الركن على صفحه تجد العقارات ما شاء الله اسعار مبالغ بها هاي المجمعات السكنيه اللي جاي تفتحوها يا مسؤولين يا مستثمرين اللي جاي تفتحوها على اساس والله على اساس المواطن من يجي المواطن يلقى ال 120 متر ال 100 متر ب 300 مليون صايره دايره يعني هو 300 مليون ترى مو ربع دينار ولا 1000 دينار ولا 10,000 هو خيرهم هاي العالم هنا موجودين خيرهم اللي يدخل له بالشهر 800,000 500,000 ويا دوب تسده لو ما تسده على احتياجاته هسه الموجود وانتم قاعدين متفرجين وخلين رجل على رجل انا ما اقدر اخلي رجع رجلي المصاب بركبتي ويطلع لي واحد والله قليل شو اسمه الله اكبر عليكم والله الله ينتقم على كل ظالم موجود ومتنفذ بالسلطه دنيا واخره ان شاء الله الله ينتقم علي بتواصلني معكم خليكم انا أنا مقاتل لو مو مقاتل هذا عيشه وعلى رزقي وأنا مصاب وأفتر بالسوق وأشوف الناس مو روى رزق صعب مو صحيح تيون السوق سوق صار بفتور ورا لي فتور ورا لي اشتغلت مال الحركة يعني صار بي حركة مال الموسم العواصف الترابية ما تأذتني يعني أكو عالم ما تطلع ما طلعت خاصة هاي اللي قبل العيد بيومين زين العيدين طول اللي هيك إنه كل آماننا على هاي اليومين اليومين ايه وهي بالعيد ثم صارت ما انا شغله بعد إيه؟ احنا مو شغلنا هم انتم مرات بالعيد تفتحون اوكي ايه اشتغل على الجمع عيديات على مو إيه؟ صحيح صحيح بس انه ذا اقول لك انه الموجة هاي العاصفة اللي قبل العيد بيومين ترابي هاي كانت اذتكم احنا بس احنا بالسوق هو عقب عيد اها صعب يعني واحنا معتمدين عليها بشكل مو طبيعي هي هاي الركيزة الشارع من دون كل شيء يخوف انا طبويت بالسوق قلت علاسة عالسين بس انا افضل هنا تزور المطب اشتري تعال بس تعال خل اخذ رايك بموضوع اليوم شفت اليوم اكو احد يعني احد القاده خلينا نقول قسم العراق بكيفه وصار سايكس بيكو وجاب هاي الدولمه هي سواها قطعها هنا بصل هنا خيالنا هذا حكي منطقي نقبل به انه كلش كلش منطقي لا صدق والله بالنسبه انه هو ترى عيب هو يعني عيب بشكل وعيب حق انه اكو عشائر يعني بخص حقها نقول مثلا نقول اكو محافظات اكو شباب يعني انت من تطلع لي بس السلبيات زين انت هسه الحشد والقوات الامنيه كلش مو حلو مو صحيح يعني مثلا هو هيك سلطه يعني هو وياي الاسئله قبل لا تكون للمواطنين ترى ليش؟ لان هو يمثل يوم كيان بلد انت اليوم كيان بلد فانت اليوم من باقي البلدان يشوف منشورك هيك يقول شنو هذا؟ عيب يعني والله يعني العراق شو يصير كله هيك دتش بيد لا ما ترى للاسف يعني
صوشنا احنا احنا صوشنا شرفك احنا صوشنا اللي نروح نحرر ونروح نقاتل ونروح نداوم ونلزم الحدود. أوف هاي الفئه هو هاي الفئه عندك فئه كبيره راح تنتخبت وفئه كبيره قافله الا انتخب هاي الفئه الا انتخب انا اروح الا انتخب هذا انا تعرف واضح قدام الكل هو صارت مناطقيه مثل ما نقول زين هاي المنطقه تنتخب بس هاي الفئه بس هاي المنطقه تنتخب بس هذا بس هذا الحزب ما عرضناه 70 مره نعرف هذا بدنا نرجع كل الانتخابات نفس الوضع والله العظيم اسوي من يمه داجي باني لا واقع هذا كلام واقع بده يرجع علينا ونعرف كل زين نعرف شنو الخطا والمشكله انه احنا يعني مشخصين الاخطاء ونعرفها واضحه كلها ماكو واحد غشيم صحيح نهائيا ماكو واحد احسن من الطفيل الكبير اريد واحد غشيم ماكو سناقشك بالسياسه كلها تعرف بالاقتصاد بكل شيء بس قلنا الانتخابات قلنا كان ما انتخب يا صار على الاقل يقول لك يقنعك بشنو اسوأ الموزينين وتعرف انه ما اعرف كانت المرجعيه حكت الناس حكت الناس عاشت التجربه لا سنتين ولا ثلاثه ولا خمسه ولا عشره كلها لها اسباب اذا ارجع لك مو سلاحشي والله العظيم مرات ليش اتخيل كلها يعني مرات هيك ما خيلت ابا العراق اقول له خطيه مسكين والله العظيم والله يعني ما هذا منه يجي بصفحه ذاك بصفحه وما يعرف وين يروح كلها تري الصور زين هو ستيرن واحد مشكلة كل كلمة بغض تطيها الواحد ويسوي لك هيك ويقلب هذا وينقلب إن شاء الله بس بختي الخيرين شوية هذول الناس الكبار والله للأسف حرامات إنه إحنا وضعنا ما أرد أقول لك التاريخ وهذا لا العراق مو هذا الموقع مو هذا اللي يقوده صحيح إيه حرامات صحيح اللي يبيه الأئمة كتاريخ بلد عريق بلد حضاره غير احنا علمنا الناس الكتابه اول حرف منين طلع مو من العراق من يمنا انه هاي الوضعيه تصير بينا ما على سبيل حرامات والقادم اسوء قادم اسوء اكيد والله على هاي الناس الموجوده بتفاعل مو تشام على هاي الناس الموجوده ويش تسقط بالبلد انا اقول لك القادم اسوء القادم اسوء لانه حرامات الشجره ما تفي على اهلها قصها مو قصها خليها بس وين اللي قص؟ احنا اللي قص ما لاقينا رادنا فلاح زين رادنا مو؟ المشكلة مو حتى الفلاح فلاح تروح لا مو عند لا معانات بس والله هسه على معاناتك عادي يجوز بيع خمس قطع مليون سهلة معودة مو ماشية ندور عليها ودا اجيبها ودا يعني انا على حكومتي اللي انا قاعد اقودها مسيطر عليها والحمد لله وشكر يا سنه تخرجت ماشي انا 2014 علاقات عامه اعلام ما مارست بالاعلام بالبدايه يوم ما تخرجت وكلش مصدق يعني ما مصدق روحي زين اي كلش حبيت الاعلام شفت الوضعيه مؤسسات وضعيه بلد ما قدمت شنو شاف هالتقييمات بس تبين اسلوب لك الحلو بالختله رحت بقناه القنوات واحنا ما حد يدري 85 واحد زين اكتب بسكو ما حد يدري 50 بنيه وتقريبا احنا 40 ولد والله الولد قالوا لنا احنا نخابركم فلسوكم اي والله مو رحت من وراهم والله الذي عذرك ان شاء الله دول هم يعذرون اي والله دول نقطتهم صعدوا البنات شغلوهم اي حتى ما شفتوا على التلفزيون ما ادري يعني خلوها بالاستعلامات كلها لا مو هي المشكله اليوم مو على مستوى الاعلام فقط على مستوى جميع الاختصاصات ماكو واحد ماخذ حقه من النادر يعني تلقى لك واحد ماجستير كذا اختصاص منتسب بغير مكان يعني حتى اختصاصه تحياتنا اغلبها مخاطيه يشتغلون عمال اي والله العظيم مهندس ذاك مو مهندس يشتغل عمال ويشتغل حمال وكيو ما ترى يعني ما ندرس انا اخواني كلهم انا يعني خلي بطلهم لا بطلهم. مو كلهم خريجين بس اشتغلوا شغلات مو اختصاص مو يعني بس وين يروحون مجبورين لازم ليش تطلب عائله عند بيت مصرف الله صحيح انا اتمنى لك التوفيق في الولي عمره نعم مشاهدينا الكرام احنا لو ناخذ يعني فد نموذج احد بلدان المجاوره ان العراق البلدان العربيه راح نشوف هسه مثال على ذلك الدول الخليجيه اللي ما اريد اذكرها نشوف المواطن عنده اول ما يجي للدنيا الى حقوقه الى راتبه الى مستحقاته الى غيره فبالتالي المواطن يعني اللي عايش هناك
من هو يوصل عمره 18 سنة لقى البيت موجود، لقى السيارة موجودة، لقى الوظيفة موجودة، فهذا بعد عقله وهو حتى وقته مهيئ لأنه يبدع يطلع أشياء يقترحها يطور بيها بلده. بس إحنا بالعراق لا، العملية صار بالعكس، يدرس المواطن ويتخرج ويصرف دم فلوسه بالجامعات الأهلية والمدارس الأهلية، ومن يتخرج خطيه ينصاب بصدمة، يضل يفكر منين أجيب راتب، منين أجيب فلوس، منين أجيب قوته حتى أسد حاجتي، ويعوف الإبداع، يعوف الاختصاص، ويعوف الأمور اللي درسها. ما أعرف إحنا شو وقت نوصل. والمشكلة اللي يقهرك أكثر إنه العراق يعني أقدم من هاي البلدان بآلاف السنين، حضارة وتاريخ وخيرات وكلهن بي، بس وينهن؟ اسمك بالحصاد ومنجلك مكسور. تحياتنا المنجنة، متواصلين وياكم، خليكم معنا. شيخنا الله يسعدك، الله يحفظك. شلون اخبارك؟ شلون الحياه هناك بالعراق؟ الحياه كلها صعبه اليوم، بكل مره عقاب، اليوم عقاب، اليوم تريد سفر؟ سفر اليوم. شلون الطلايب الله يشفيك؟ شلون ما في بغداد؟ خطوبه عرس كذا؟ خطوبه عرس اي كدرونات. ما بدت شوي هاي العادات والتقاليد تقل من ناحيه يعني المواصل مثلا؟ قبل الناس كانت تروح فاتحه توصل ياخذ عمامه يحشمه، هسه ترى احنا الناس الكبار هم توصل بعد، هسه بعدها موجوده، بعدها توصل وبعدها تماشي بعدها، بس واشر عندنا فاتحه بالكويت يعني ما نروح تروح الكويت زين، يعني المواصل موجود بس هي الشباب ما عندهم مواصل زين. الشباب انقطع هاي بسبب الانترنت. ها هذا يقعد حتى اللي بالديوان يعني هاي العادات الاصيله شلون ممكن نرجعها؟ شلون ممكن نتمسك بها بعد؟ كل واحد يراد الوائل بحضنه، يراد الوالي. اي والله والله يلا يرجع لنا رحمه الله على روحه. ليش ما صلح هذا الشباب؟ ما صلح هسه لو يجي مليار يعني. زين ما صلح. هم لهم حق، هم معذورين مثلا، لهم حق نباوع الشباب، هم نقول معذورين. خريج تخسر عليه دم قلبك. ايه. انا هسه ابني مهندس زين، عندي بنتي مدرس عربي زين، عندي ابني الثاني اداره واقتصاد، وقاعدين بالبيت يعني قاعد بالبيت. هذا بشرفك انا نخسر عليه 30 مليون 20 مليون ويقعد يمي بالبيت، يصير خلفه مال مخدر. بشرفك هذا يعني الدوله عندها حق والمسؤول يعين ابنه واحنا ولدنا ويحكي علينا ويحكي علينا واحنا مو خوش اوادم لان يعني انتخبناهم. اللي هم قصدك المتنفذين بالسلطه السياسيين؟ السياسيين احنا ناسنا طيبه من بعيد. السياسيين احنا ما نحكي على الجسمه ولا نحكي على الحوزه، احنا نحكي على هذول بالسياسه لان التعيينات لهم، الواسطات لهم، المقاولات لهم، كلها لهم. احنا ضالينها على الهامش. بس انا اقول لك بالانتخابات يجونك يزورونك، شيخنا شلونك؟ قلبك شلونك؟ شيخنا خل ناخذ رايك بموضوع. انت مع ام ضد انه العراق يتقسم الى اقاليم؟ لا ما اقوى اقاليم، يعني العراق واحد. هذا بالعراقيين زلم والله العظيم، وتشهد لنا الساحات تجيبها الحروب، كل الحروب. واكبر مثال البارحه من صار التعدى على الصيادين، هدوا العشائر ما هدت الدوله. والبارحه من صار تعرف على العراق وبغداد سقطت ثواني بينها وبين السقوط، فزعت العرب. اعطى امر المرجعيه جهات كفايه والناس كلها طلعت، الشايب والصغير والكبير وكلها طلعت، والمسيحي والصابئي والسني كلها طلعت. احنا ما عندنا سني ومسيحي، احنا عراق واحد موحد. بس هاي الناس تريد تخربنا، بس هم ما فيش دوتار. بس هسه جاي يزرعون من جديد مال اقليم سني واقليم شيعي واقليم مثلا على المسميات فوسيدك وش وقفوا. بس على هاي الالفاظ يعني والله العظيم جريم. مو احنا عمي والله العظيم خبرونا، ترى خبرونا والله العظيم خبرونا. هسه عمي كفيلك الله، اي واحد يجي يريد ابن حلال يخاف الله ما يبوك. اي ابن حلال ما يبوك. صحيح. عمي باقونا هذول من 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 فقر ابن فقر، هسه صار عنده 30 مليار و40 مليار، هو فقر ابن فقر، كان يبيع كارتات وكان يبيع سبح وكان يبيع
كان يغسل المواعين، اجوا صاروا علينا بزلم بالعراق واحنا صعدنا، لان احنا بقينا ولد البلد وما قابلين عينا شيخ، ولد البلد الباقين هنا الباقه والخبز الشعير وباقه والباقه واللوعات باقه وكل اللوعات، وهم صاروا اولاد وطنيين علينا وهم ولد العراق، واحنا طلعنا خارج برا خارج حوز. نعم. وصعدوا علينا الطماط، وصعدوا علينا البتيتة، وصعدوا علينا الدين، وصعدوا علينا كل الدولار، الدولار صعدوا علينا راس الماكو طفره يصعد 30 نمرة. 30 نمرة. 30 نمرة عمي كفر بهذا بحق الفقير. 30 نمرة. الفقير. 30 نمرة تدري أنت إيش تسوي بالفقير؟ سحقته سحق، هو ما يهمه. ما عايشه ما ضايق عندنا باقي العراق عدة شدة والمية دولار نفس الشيء. باقي العراق باقي العراق هو هذا تعرف باليومية بالصيرف مال البنك المركزي. نعم. تعرف ايش قد يعطون جماعتهم، ايش قد جماعة متنفذين يطبون للبنك ويطلعون حتى بدون فلوس، يبيع برا ويرجع يبيع حقهم. هم صعدوا ناس، هل اكو ناس كانوا حرامية صعدوهم، هم صعدوهم بين ما يعرف ما ادري والله شو بيقول لك. الله يسلمك شيخ، خاني اشكرك شكرا جزيلا. وبين محترق قلبك؟ والله شو تسوي، هاي مو الفقير رحمه، ترى عندي هاي العماره وعندي خير بنفسي. الله يزيدك ان شاء الله. بس احنا نحكي ترى معاناتنا حظ وبخت وهذا واقع. الفقير نحكي على الفقير، الفقير طماطم ب 750 وبدل رحمه الوالد، البوتيته ب 750 وبدل، ترى هذا الفقير يعني هسه نقوم نشتري مثل الدول البرة، نقوم نشتري طماطم كيلو كل 3 كيلو. اي كل 3 كيلو. كل 3 كيلو. والوعده تسويها 3 وجبات. اي والله العظيم. يعني هذا انا ما ادري. انا اشكرك شيخ. خذوا قلبك، شكرا جزيلا. نعم مشاهد الكرام متواصلين وياكم، وايضا لابد ونشيد انه قواتنا الامنيه الحشد الشعبي دول الناس اللي ضحوا بحياتهم على مدار السنوات هاي اللي عشناها الفتره الماضيه، فمن يطلع عندنا كم صوت نشاز هذا اعتقد انه اكو خلل يعني بجيناته، اكو خلل بهويته، لان يعني ماكو جيش ماكو تأسيس 1921. هاي الالفاظ هاي الاوصاف اللي جاني اسمعها والله العظيم معيبه جدا بحق العراقيين من زاخل الفوضى. احنا العراقيين يعني التاريخ يشهد انه مو التاريخ الحديث، لا رجعوا الاف السنوات. فبالتالي احنا نتمنى انه على الجهات الحكومية، على الناس المسؤولين المتنفذين يحاسبون ويطبقون القانون حتى نشوفون هاي الأوصاف. يعني من وجهة نظري يجوز ما أفهم بالقانون بس لازم يتحاكم عليه. فتامل تقبل، وتحيات كادر عمل برنامج يام الناس، إلى اللقاء.